السلام عليكم الخوت، لاباس عليكم؟ كيبقى لي شويه، كنتمنى تكونوا على خير وبخير. السلام عليكم الكبيدات، السلام عليكم الغزالات، كنتمنى تكونوا في احسن الظروف ان شاء الله يا ربي. بغيت نقول لكم هذا الفيديو هذا اللي فريمون زوين بزاف، وديجا البنات والدراري قالوا لي لبنى عاودي هنا، ديجا انا حاطه معاكم مشاركه معاكم في القناه قبل، مي قالوا لي البنات عفاك لبنى عاودينا بطريقه تكون سهله وزوينه. خليكم معايا. عدت اليكم من جديد، جات ليا نقد لي معاه وصفطناه وهنا رجعت لكم. هاد اللقطه ديما نحيدش من المونتاج. كيما كتعرفوا البنات ديما معاكم في شي حوايج اللي كتخلي لها طبيعتها. كما قلت لكم البنات الخوت الكبيدات، هاد الفيديو هذا ديجا البنات والدراري قالوا لي ديجا عاودي معانا طريقه تكون سهله حتى الاولاد باش يديروه، البلاد حتى الاولاد يديروه بيجيو مساهل. دونك اعتذر. دونك شنو كنت نقول لكم؟ دونك هاد الوصفه هادي حتى البنات يقدروا يصوبوها بوحدهم وما يتسناوش لا مراتهم ولا مهم ولا اختهم يصوبوا لهم. دونك سهله سهله سهله، مهما قاسي في حاجه صحي حاجه المنزلي، نديرو شي اكتيفيتي راسنا، نخدمو راسنا، نديرو رياضه. ديجا شاركت معكم في فيديو ديال الرياضه السطح، ماشي ضروري نخرجو نمشيو لاصال، نديرو الرياضه غير في الدار ديالنا، نحركو العضلات ديالنا، نحركو الدوره الدمويه ديالنا. علاش لا؟ باش القنط ما بقاش عندنا القنط بزاف، نحاولو ناكتيفيتي وراسنا ناكتيفي وراسنا بيدينا، نديرو شي حوايج اللي نقدرو في الدار. كاين راه كلشي يمكن نديرو في الدار، اي حاجه نديروها في الدار غير نجلسو في ديورنا، ماشي مشكل. ديري اللي بغيتي، اجلسي في دارك، اجلسي في دارك، احضي ولادك، اجلسوا في داركم احضي ولادكم، حميوهم وحميو عائلتكم. كما قلت لكم الخوت لا فيديو ديالاش على وصفه، كما تشوفوا العنوان، وصفه للزياده في الوزن في وقت قصير بزاف، وتعطيك النتيجه في وقت قصير بزاف، ويبدا لك المفعول ديالها في ظرف سيمانه. كما كتشوفي العنوان في ظرف سيمانه اعطيك الوصفه تعطيك النتيجه، اللي بجوج المكونات وساهلين بزاف. اول حاجه البنات ناخذ جنجلان اللي هو السمسم، نقدوه نقيوه نحمروه ونطحنوه صافي، نحطو نقبطو سمسم نقيوه نحمروه ونطحنوه نحطوه على جانب تيولينا بودغ. وهاد الطريقه هادي ولا هاد العمليه هادي ديرها الولد ولا بنت سهله. كتشد الجنجان نقي حيد منه السيخ ديالو اللي فيه، نقبط نحمر نخليه ينشف، نحمرو نغسلو نحمرو ونطحنو ونحطو على جانب. هاد الوصفه هاد الطريقه هادي يمكن دير بها كميه كبيره وتديها في واحد البواطه ديال الدجاج، ماشي ديال البلاستيك ديال الجوج، وتخليها عندك. من الاحسن انا كنقول لكم البنات ديروا الدجاج صافي. ولا الطريقه الثانيه ولا العمليه الثانيه اللي هي سهله حتى هي بزاف، شنو هي؟ كناخذوا ياغورت ولا دانون، انا بحال ياغورت بحال دانون. كل واحد شنو يقول غير باش كيفهموني الناس، كاين اللي كاين، مانيش غير العرب، عندي ماشي غير المغرب، عندي العرب، كاين بزاف الناس اللي ما كيعرفوش شنو هو دانون، اللي هو ياغورت. كناخذوا ياغورت كيف ما بغى يكون، غير انايا تعجبني بيرلي كندير بيرلي. دونك بغيتو ديروا بيرلي ديروا بيرلي، بغيتي ديروا دانون عادي دير دانون عادي، ديال درهم دير ديال درهم، علاش ما قدك ساهل داك الشيء. كنبسط لكم ونسهل معكم اي حاجه، غير اللي ما بغاش يدير شي حاجه. اللي ما بغاش يغلط صافي. البنات او الدراري سمحوا لي خوتي خواتاتي، صافي كنقبطوا داك السمسم اللي طحنا، كنقبطوا داك الياغورت ولا دانون، وكان نهزوا داك دانون صغيره ولا كبيره ولا اللي قدك، وناخذ واحد المعلقه ديال السمسم كبيره مملوءه. عليكم السلام. كما قلت لكم البنات صافي كناخذوا معلقه مملوءه كوير السوب كومبلي عامره مملوءه، واحد معلقه عامره مملوءه ديال السمسم كنديرها في داك الكويس ديال دانون ديالي، كنخلطها مزيان وكناكلها، كناكلها فوقاش، واش قبل الماكله ولا مور الماكله؟ ناخذوها مور الماكله بعد الاكل. شحال مره في النهار؟ جوج مرات في النهار. ناخذوها في الغداء ولا في الفطور اللي بغيتي، من احسن في الغداء، ناخذوها في العشاء مورا الغداء ومورا العشاء. كوني اكيده في ظرف سيمانه يبان لك النتيجه زوينه بزاف، وماشي اتنفخي اتصحاحي المسك، اتصحاحي تصحاحي لي مسك، تفهمنا
هذه الوصفة كاملة ما فيها شي حاجة، فيها دانون، فيها سمسم، حمروه قدو كما قلت لكم في الاول. النتيجة سهلة وطبيعية 100% مضمونة بضمن الله سبحانه وتعالى. هذه هي الوصفة ديال هذا النهار، كنتمنى تعجبكم، كنتمنى ما كونش طولت عليكم. بغيت نقول لكم قبل ما نسد لا فيديو، الله يخليكم، الا كنت انت ولا انت اول مره كتشوفي القناه ديالي، ما تبخليش ليا بلي لايك ديالك، بلي كومونتير ديالك، بلا ابوني ديالك، اصابوني رديها ابوني، سبسكرايب ديرها ابوني، و الى فيديو مقبل ان شاء الله ما تزابيوش. خليكم معايا، بيس في دارك، حمي ولادك، حمي بلادك، كنموت عليكم. I love you.